مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من شبابيك. عندما اندلعت الثورة السورية قبل 10 سنوات كان أنصار النظام يهتفون الأسد أو نحرق البلد، عبارة ترددت كثيرا والتهديد كان واضحا ومرعبا. اليوم يحكم النظام بلدا عمه الخراب وشتت أهله وعاثت فيه الميليشيات فوضى وفسادا. الأطفال جزء كبير من السوريين، منهم من وقع ضحية انتهاكات فادحة، ومنهم من لا يعرف من سوريا إلا ما وصل إلى مسامعه عنها ويحلم بزيارتها يوما ما. فأي مستقبل يرتسم أمام هذا الجيل وما هي تطلعاته وأحلامه؟ نتوقف عند هذا في سياق هذه الحلقة. في شباك الثقافة نسلط الضوء على حجم الدمار والخراب والسرقة التي أصابت مواقع أثرية مهمة في سوريا خلال سنوات الحرب الماضية، ونقف كذلك عند مبادرات لحوث أرشيف الثورة من الضياع بعدما حذف جزء منه على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل. ابقوا معنا. نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. في عام 2011 كانت بداية الاحتجاجات ضد النظام السوري الذي قابلها بقمع وحشي. في عام 2012 امتد القتال إلى حلب، أكبر مدينة في سوريا والعاصمة التجارية للبلاد. في 21 من أغسطس من عام 2013 تعرضت الغوطة الشرقية لهجوم كيميائي أدى إلى قتل المئات، وتوعد أوباما بضربات عقابية تراجع عنها بعد ذلك. في عام 2014 تنظيم الدولة الإسلامية أعلن ما يسمى بالخلافة في المناطق التي يسيطر عليها، وأزمة اللاجئين في تفاقم. في 2 سبتمبر من عام 2015 العثور على جثة الطفل إيلان الكردي البالغ من العمر 3 سنوات عند أحد الشواطئ التركية، وهو ما لفت الانتباه العالمي آنذاك إلى محنة اللاجئين السوريين. في ديسمبر 2016 انسحاب مقاتلي المعارضة السورية من الأحياء الشرقية التي كانوا يسيطرون عليها في مدينة حلب بعد هجمات عنيفة شنتها طائرات النظام السوري وحليفه الروسي. هذا القصف نجا منه الطفل عمران، لكن مئات آخرين قضوا فيه. في مايو أيار من عام 2017 انسحاب الثوار من آخر حي كانوا يسيطرون عليه في حمص عاصمة الثورة. في عام 2018 استولى النظام على الغوطة الشرقية وسيطر على جميع ضواحي دمشق. في عام 2019 بدأت تركيا هجوما بريا على الأكراد شمالية سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية. وفي عام 2020 دخلت هدنة روسية تركية حيز التنفيذ في إدلب، لكن الوضع الإنساني متدهور في آخر معاقل المعارضة.
إذن في مارس آذار من عام 2011 انطلقت المظاهرات الأولى احتجاجا على حكم بشار الأسد في سوريا، ما لبث أن توسعت في شتى أنحاء البلاد. المظاهرات كانت سلمية، رفعت شعار الحرية وطالبت بالديمقراطية، واجهها النظام بالقوة والعنف. أطراف الصراع تعددت، قوى إقليمية وعالمية تدخلت فيه، تشرد بسببه ملايين السوريين وفقد مئات الآلاف أرواحهم. الزميلة رانيا دريدي تطلعنا فيما يلي على محطات مهمة في مسار الثورة السورية. 10 سنوات منذ اندلاع الثورة السورية محملة بآمال الشباب وأحلامهم، 10 سنوات تحولت فيها البلاد إلى ساحة صراع حقيقية قبل أن تتراجع حدتها وتتوقف أصوات المدافع، لكن النفوس لم تهدأ بعد والجراح ما تزال نازفة وأفق السلام غير منظور. بدأت الثورة سلمية قبل 10 سنوات، لكن قمع النظام السريع للاحتجاجات عسكر الثورة، ومن ثم تصاعد نفوذ ما تسمى الفصائل المتطرفة الذي عززه الإفراج الجماعي عن مقاتلين من تنظيم القاعدة من السجون السورية، لتتحول الثورة لاحقا إلى حرب مدمرة. كانت الفصائل المعارضة التي قاتلت تحت رايات عدة وتلقى بعضها تمويلا وسلاحا من الخارج تمكنت في السنتين الأوليين من إلحاق خسائر كبيرة بجيش النظام السوري الذي أضعفته الانشقاقات وغياب الرؤية، إلا أن تدخل إيران المبكر والفصائل الموالية لها على رأسها حزب الله اللبناني ومن ثم التدخل الروسي الحاسم عام 2015 غير المعادلات في الميدان تدريجيا لصالح الأسد، بعدما كانت قواته قد فقدت سيطرتها على نحو 80% من مساحة سوريا ووصلت فصائل المعارضة إلى أعتاب دمشق. خلال 10 سنوات من الحرب قتل قرابة 400,000 شخص، سقط معظم هؤلاء على يد النظام الذي واجه معارضيه بوحشية، من بينهم نحو 230,000 مدني و30,000 طفل، فيما قتل نحو 15,000 سوري تحت التعذيب. أعداد المهاجرين كانت بأحجام دول في المنطقة، إذ تشير الأرقام إلى تهجير قرابة 5,500,000 سوري خارج الحدود وفق المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين، علاوة على نزوح داخلي ل7 ملايين آخرين. خلال السنوات الماضية استعمل النظام الأسلحة الكيميائية ضد مناطق مدنية لإخضاع جيوب المعارضة، ففي عام 2013 وقع هجوم بغاز السارين قرب دمشق تسبب في مقتل نحو 1,400 شخص، واتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه، وتكرر الأمر بعد هجوم بغاز الكلور اتهم نظام الأسد بتنفيذه في مدينة دوما. الاقتصاد السوري تضرر بشدة بفعل الحرب، مع وصول سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 4,000 ليرة، فيما وصل إجمالي الخسائر المالية إلى 442 مليار دولار خلال العقد الماضي وفق تقديرات نشرتها الأمم المتحدة. وقدر تقرير لمنظمة الرؤية العالمية هذا الشهر كلفة الحرب السورية بـ1,200 مليار دولار. تحولت سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ساحة للنفوذ الدولي، فبموازاة النفوذ الروسي والإيراني هناك نفوذ تركي في الشمال السوري، حيث تنشر أنقرة 15,000 جندي، كما يسيطر المقاتلون الأكراد بدعم أمريكي على مناطق واسعة شمال وشمال شرقيها بعد قضائهم على تنظيم الدولة في عام 2019. بعد 10 سنوات من الصراع ما يزال الأسد في الحكم بعد أن كان نظامه قاب قوسين أو أدنى من السقوط، لكن هذا النظام اليوم يقف على ركام وطن بعد أن كلف سوريا ثمنا باهظا ستحتاج إلى عقود لتجاوز مخلفاته. وبعد أيام قليلة من اندلاع الثورة السورية ولد الطفل علوان العلوان في آذار مارس من عام 2011. منذ ذلك الحين نزح أكثر من 5 مرات وكان شاهدا على فصول من مأساة لا تتناسب مع براءته وسنوات عمره العشر. طفل بعمر الثورة ولا يعرف منها سوى الحرب ومفرداتها، النزوح والقصف وأصوات الانفجارات. أنا علوان العلوان من بلدة تح، عمري 10 سنين من عمر الثورة.
أنا هلا ما بعرف إيش هي الثورة. أهلي عم يقولوا إنه أنا من عمر الثورة، وهلا أنا ما بعرف إيش هي الثورة، بعرف شوي شوي إيش هي الثورة. علوان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، يعيش ويتعلم في مخيم غير رسمي للنازحين على الحدود السورية التركية. فقد والدته في هجوم بالبراميل المتفجرة على منزلهم في بلدة التح بمحافظة إدلب، وفقد رفاقه في قصف استهدف المدرسة. أنا الشيء اللي عشته بالثورة إنه أمي توفت من قصف، والنظام هد دارنا وهد البيوت وهد المشافة وهد المدارس، وهلا هو أخذ دارنا وما الضيعة وما بخلي حدا يرجع الضيعة. نحن كل ما بتجي الطيارة نخاف، قال بالمدرسة بيقولوا إنه الطيارة قال الحين العام بتسافر فيها. أنا كل ما بشوف الطيارة بتخبي بعرف إنه بدها تضرب تخصف. طفل صغير يحمل على كاهل براءته ثقل الخسارات وفصول المأساة. أنا لما خلقت الثورة إنه هيك الله رايد، بس لو ما أنا جايب هالوقت هيك، لأنه الطلاب مدرسي رفقاتي في بعضهم نزحوا وبعضهم ماتوا وبعضهم لحلق هيك معانا، بدي 2-3 بس. لعلوان 12 شقيقا، 7 من والدته و5 آخرون من زوجة والده الثانية، يعيشون معا في خيمة. النظام وحليفته روسيا شنا هجوما على أدلب في ديسمبر 2019، فنزحت العائلة أكثر من 5 مرات بين البلدات والقرى المجاورة. علوان يعني والجيل اللي بعمر علوان ما شافوا شيء من طفولتهم غير القصف والنزوح والهروب من تحت القذائف. كانت في مدرسة حد بيتنا يعني بشكل مستمر تنقصف. علوان يعني عانى بطفولته من الملجأ، لأنه أكثر ليلات نباتها بالملاجئ. على كل حال الجيل اللي مثل علوان ربيو بالثورة، بظل الثورة ربيو على عنف شديد، يعني ما ممكن نقارنهم بأي جيل تاني. راح يستمروا بالثورة لأنه هذا اللي وعيوا عليه. 5 ملايين طفل تقريبا ولدوا أثناء الحرب في سوريا، ومليون طفل سوري ولدوا لاجئين في دول الجوار حسب إحصائيات اليونيسف. كل 10 ساعات كان يقتل طفل خلال السنوات 6 الماضية. ملف مفتوح ينتظر أن تفتح العدالة العمياء عينيها. ونرحب معنا من الدوحة بمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، وكذلك نرحب معنا بضيفتنا أيضا من بيروت مستشارة علم النفس الاجتماعي ميسون حمزة. أهلا وسهلا بكما وشكرا على تلبية الدعوة. أبدأ معك سيد فضل عبد الغني من الدوحة. إذا نتحدث اليوم عن الأطفال، نحو 5 ملايين ولدوا في سوريا خلال سنوات الحرب، ونحو 1 مليون ولدوا كلاجئين في دول الجوار بحسب أرقام اليونيسف. بداية، كيف تعلق على هذه الأرقام؟ وعدد كبير من هؤلاء الأطفال تعرضوا لانتهاكات فادحة وجسيمة. شكرا على الاستضافة. بالحقيقة بالإضافة لهي الأرقام المهولة، هناك يعني إحصائيات أيضا مبنية على قواعد بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأنا أقول أنه لا يكاد يوجد انتهاك جسيم أو حتى انتهاكات ما دون الجسيمة إلا تعرض لها الأطفال. يعني هي كانت بالتوازي، يعني إذا استعرضنا القتل، الأطفال تقريبا 9% بالنزاع السوري من المدنيين، من إجمالي الضحايا المدنيين هم أطفال، يعني أكثر من 29,000 طفل قتل من آزار إلى آزار، ونحن سجلنا تقريبا 227,000 مدني، فهذا بشكل 9%، وهذا حتى إذا قارنا بنزاعات أخرى فهذا نسبة مرتفعة. وإذا ضفنا لهم تقريبا رقم قريب من النساء، يعني عم نحكي عن 17% من إجمالي الضحايا، 179 طفل قتل تحت التعذيب،
دون سن ال 18، ما زال حتى الآن 4200 طفل في إعداد بين اعتقال وبين اختفاء قسري، لأنه هدول الأطفال تعرضوا لتعذيب وظروف الاعتقال فماتوا بسبب التعذيب. وبالإضافة إلى هؤلاء، إذا بدنا نحكي على شق آخر مثلا العملية التعليمية، أكثر من 1500 نعم مركز تعليمي سنعود إلى هذه العملية التعليمية تحول إلى سنتوقف عند ذلك. ابقى معي لو سمحت، سأتحول إلى ميسون معنا من بيروت. ميسون، يعني استمعنا قبل قليل إلى الطفل علوان عمره 10 سنوات من عمر الثورة السورية، ويقول في أي وقت نسمع فيه طائرة نشعر بالخوف. في المدرسة يقولون إن الناس يسافرون على متن طائرات، لكن في كل مرة أرى فيها طائرة أعرف أنها على وشك أن تقصف أو تقصف. ما الذي يعنيه أن ينشأ طفل في أجواء من الخوف وعدم الأمان، أن يتزعزع بهذا الشكل في ذهنه مشاهد قصف ودمار وقتل كذلك؟ يعني ليست صدمة واحدة، صدمات متتالية. نعم، مساء الخير جميعا. لا يمكن أن نصف واقع هذا الطفل والأطفال، يعني وواقع الأطفال المماثلون الذين نشأوا في ظل هذه الحرب وهذا التهجير وهذه الثورة إلا بالمعاناة. وعندما نتكلم عن المعاناة أقصد بها المعاناة النفسية، لأنه عندما نتكلم عن البنية النفسية للأطفال التي تتكون بفعل التجارب التي تحصل من خلال عملية التنشئة ومؤسسات التنشئة المختلفة التي يتعرض لها الأطفال، نستطيع أن نرى أنه العديد من المكونات لهذه البنية النفسية في حال الحرب وما تشكله من صدمة، وهذه الصدمة تترك آثارها على بنية الطفل. لذلك نستطيع أن نلخص واقع هذا الطفل بالمعاناة القائمة على أولا الخوف، مشاعر التهديد، مشاعر الحرمان، وغياب الاطمئنان، خصوصا بأن التجارب التي تتكون لديه في ظل المخيمات التي تفتقر إلى أسس الحياة بحسب شرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ستترك آثارا تستمر لوقت طويل، وقد تظهر لاحقا في مخيلة هذا الطفل وفي سلوكه اليومي والمستقبل أيضا. بالفعل. دعونا نتعرف الآن إلى حسن جنيد. هو طفل سوري فر من ويلات الحرب من حما إلى معرة مصرين، يعيش مع أشقائه من بقايا الحرب، فهم يقومون بتفكيك صواريخ فارغة وأطنان من الذخيرة غير المتفجرة قبل بيع حديدها طلبا للرزق. بالكاد يقوى على حمله صاروخ يقاربه طوله، كان رحيما سقط ولم ينفجر. ينهمك مالك في نقله قرب صواريخ أخرى تسببت بتشريده وتهجير أهله إلى بلدة معرة مصرين شمال محافظة إدلب. صرنا هلق مثلا نعرف قذائف الجراد، صاروخ الجراد، قذائف هاوين، صاروخ حرب رشياش، قنابل عنقودية، صواريخ حاضنة، مظلات، هيك والله تجينا أشكال ملونة. أطنان من الصواريخ المتناثرة فتحت الباب واسعا أمام العاطلين عن العمل، يطوعون حديدها ويبيعونه، مصدر رزق بعد حرب لم ترحم بشرا ولا حجرا. أنا بشتغل بهذا المكان من 4-5 سنوات. نحن أساس شغلنا بوقتنا ببلدنا الخرضوات. جينا واشتغلنا بالخرضة، يعني جتنا شغل جديد، موضوع القذائف، النظام يضرب قذائف صواريخ على الناس، معظمها ما تنفجر. الناس الشيء لو تبين إياها. نوع جديد من الخردة أضافها حسن إلى بقايا السيارات وخزانات المياه التي اعتاد العمل بها. صواريخ فارغة كانت ستكون سببا في قتله، صنعوا من الموت حياة، بقايا حرب محفوفة بالمخاطر أصبحت مورد رزقهم الوحيد. وأعود إلى السيد
فضل عبد الغني معنا من الدوحة. سيد فضل، كنت تتحدث قبل قليل عن هذا الجانب، واليوم عبد الكريم حرم ككثيرين من حقه في مقعد في المدرسة، لبل انخرط في عمل شاق هو مشحف بحق الطفولة. بعد 10 سنوات من اندلاع هذه الثورة، كيف تتابع الجهود التي تبذل ربما اليوم على الصعيد الإقليمي والدولي للوصول إلى هؤلاء الأطفال وتقديم المساعدات لهم؟ يعني الجهود هي لا تكفي، لأننا نتكلم عن أعداد كبيرة جدا، وجذر توليد المشكلة هو النظام السوري والانتهاكات اللي عم يمارسها هو ما زال قائم. يعني هي عبارة عن سلسلة متصلة، يعني موضوع التشريد القسري واللي نحن عم نحكي عن 6 ملايين أو بين 6 و 7 مليون تقريبا، تلتهم من الأطفال، يعني عم نحكي عن 3 مليون، وبالتالي والمشردين هم أضعف وأكثر فئات المجتمع فقرا، فبالتالي ما عاد التعليم وما عادت حتى الصحة بالنسبة له أولوية، أصبح العمل هو الأولوية، وهون بيصير في استقطاب واستغلال للطفولة. يعني عم نشوف، فإذا الموجات هاي التشريد ببداية العام نتيجة القصف والحملات على شمال حما وجنوب شرق وغرب إدلب، تشرد مليون مواطن سوري، بيناتهم تقريبا 400,000 طفل. يعني هي سلسلة متصلة، وبالتالي هدول المشردين ما في عملية تعليمية، بيصير في استقطاب للطفل من التجنيد الإجباري، هذا مورد رزق، وبيصير في استغلال جنسي للطفل، وحتى استغلال في العمل، كلها سلاسل متصلة في الحقيقة. نعم. الاستجابة هي لا تكفي على الإطلاق، ولا تكاد تغطي بنسبة 20% من حجم الكارثة. وللأسف الشديد ساهم إغلاق المعبر عبر الفيتو الروسي ب تفاقم المعاناة، وأيضا إجا وباء كوفيد-19 ليزيد بحجم إضافي أيضا حجم هذه المعاناة. قسم كبير من الأطفال تحول هو لمعيل لأسرته. دعني أنتقل في هذه النقطة إلى ميسون. ميسون، كما قال فضل، يعني للتو هؤلاء الأطفال محرومون من المدرسة، يعني عرضة لكافة أشكال الانتهاكات والعنف وأيضا الابتزاز والاعتداء النفسي والجسدي والجنسي كذلك، هذا عدا عن انعدام الأمن الاقتصادي والغذائي. عادة هل يمكن أن نتحدث عن شخصية معينة تشجعها هذه الظروف أم لا يمكن التعميم؟ نعم، حتما عندما تتكون أو عندما تتبلور مشاعر الاضطهاد بالنسبة للأطفال، وعندما يشعر الطفل بأنه بالإضافة إلى الحرمان هو مضطهد ومهمش، سيترك ذلك أثار على تصورات هذا الطفل عن نفسه، وبالتالي ما هو المثال الذي يحتذي به أو يقتدي به هذا الطفل. كل ذلك الاضطهاد ومشاعر الاضطهاد التي يشعر بأنه يعيشها ستولد لديه رد فعل نفسي ينتج سلوكا عدوانيا تجاه المحيط وتجاه الآخر. وبالتالي نحن هنا عندما نتكلم عن الأطفال والبنية النفسية للأطفال والشخصية المتكونة لديهم، وهي الشخصية المضادة للمجتمع والمضادة لأي شكل من أشكال الانتظام الاجتماعي بقوانين وضوابط اجتماعية معينة، لن يحتذي بها الطفل أو لن يتمثل بها، وبالتالي ستصبح لديه ردة فعل ناقمة تجاه الأخذ بالثأر أو الانتقام للواقع الحالي الذي هو فيه. وهذه هي مخاوفنا على المستوى النفسي، أن ينتج أو أن يعاد تكرار النموذج الذي رآه وعاشه هذا الطفل من خلال السلوك الناتج عنه. وسندخل هنا بسيرورة متوارثة ومستمرة من العنف والعنف المضاد تجاه الآخر وعدم تقبل الآخر. تبقيان معي ميسون وفضل. نتوجه الآن إلى تركيا. هناك ورث الأطفال السوريون اللاجئون من أهلهم الحنين إلى وطن لا يعرفونه. أكثر من 3,600,000 لاجئ سوري، بينهم نحو 1.5 مليون طفل لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، يعيشون في تركيا. قصة الطفلين أريج ذات السنوات الست ومحمد الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في التقرير التالي. خلف الباب حكاية وطن لا يعرفونه، لكن أريج مثل بقية الأطفال السوريين في تركيا تحلم به كل يوم
رغم حرب سنوات لم تنتهي. دي كله حرب وبيحطوا هاي طيارات كتير وكتير قنبلات عشان يفجروا المدينة. والدة أريش من حلب، وهي اليوم من ضمن 54,000 لاجئ في غازي عنتاب، لا تفكر إلا بأمر واحد، العودة ذات يوم إلى سوريا. ورثت أريج عن والدتها حبها لمدينة حلب، رغم أنها غادرتها عندما كان عمرها 4 شهور. أريج كانت سوريا مثل ما كانت، ما في لا قبلات ولا شيء عشان أرجع عليها. تتردد باستمرار لدى نادرة والدة أريج الذكريات، ذكريات كأنها بالأمس. حلب كانت بلد الأمن والأمان، صارت بلد الفوضى، بلد الموت صارت حكم بشار. بشار سفاح من الدرجة الأولى وأنا مسؤولة عن كلامي. بشار دمرنا، بشار هدم بيوتنا، قتل أغلى أحبابنا، قتل أهالينا، شردنا، نمنا بالبراري. أستاذ محمد طفل سوري يعمل والده ماهر في مؤسسة خيرية، فيما تدرس والدته روان اللغة العربية في جامعة غازي عنتاب. والداه تزوجا في تركيا بعد هروبهما من الحرب. محمد لم يرى سوريا لكنها محور تفكيره. بدي أرجع لسوريا. إمتى؟ لما حط بشار الأسد بالسجن. رغم عدم ولادتهم في سوريا أو تركهم لها صغارا، إلا أن مشاهد وآثار الدمار التي تسببت بها ضربات النظام السوري حديثهم كل يوم. أكيد حينشأ جواتهم دوافع انتقامية، هذا شيء لابد منه. الجيل الثاني يلي طلع برا وعاش قسوة ابتعاده عن بلده رح يعيش هذا الشيء، ولكن دور الأهل طبعا بتوجيه هذا الشعور للبناء. ينقل الكبار حب الانتماء إلى الوطن إلى الصغار، يزرع الأهل الحنين في أطفالهم. وحتى لو تأقلم السوريون في بلاد اللجوء، إلا أن حلم العودة سيبقى حتى لو تأخر تحقيقه. إذن عن هؤلاء الأطفال الذين يحلمون بالعودة يوما ما إلى سوريا، أعود إلى السيد فضل عبد الغني. سيد فضل عفوا، إذن هم يحلمون إما باكتشاف سوريا أو بالعودة إليها بعدما هجر أهلهم. كيف تنظر إلى هذا الجيل الجديد؟ إلى أي مدى يمكن التعويل عليه لفتح صفحة جديدة مستقبلا، وكيف يمكن الدفع بهذا الاتجاه؟ يعني نحن نأمل أنه يكون الجيل يعني يكون في هناك نماذج بالحقيقة. مثلا طفلة إينار رشحناها لجائزة الطفولة وغيرها من النماذج، لكن هي أنا أعتقد حتى ما بدنا نبالغ ونعطي يعني أمل زائد. لا، الواقع هو شديد المأساوية وشديد القتامة للمستقبل وللجيل القادم لعدة أسباب، بالإضافة لذكرتها الأستاذة ميسون واللي ذكر بالتقرير. وأنا أعتقد أنه هذا السبب هو من أبرزها، هو غياب العدالة. يعني هذا الطفل كبر وربي، صار 10 سنين من انتهاكات مستدامة ومستمرة بحقه وما زالت متواصلة، وما تم أخذ وما تحاسب اللي تسبب بهذا الشيء، وهو النظام السوري بشكل أساسي أو حتى بقية الأطراف. فهو هذا الشعور بالظلم عم يتنامى عنده، وبالعكس هو عم يتفجر ويستدام لأنه هو فقد مستقبله، شاف نماذج أخرى ربما من بلدان أخرى، حتى وقت طلع على تركيا أو على لبنان أو حتى سافر على أوروبا ربما تدمر مستقبله وتضيع سنوات طويلة من عمره. فهذا كله هي المقارنات، وهي بيئة مثالية للتنظيمات المتطرفة حتى تستقطب أطفالنا، وهذا اللي عملوه بالحقيقة، وهذا اللي صار بالمناطق اللي سيطرت عليها هاي التنظيمات. فهذا هو الخوف بالحقيقة. جيل
شديد يعني كامل لا يقرأ في الأمية، النسبة ارتفعت بشكل مخيف جدا، فهذا هاجس. إلا نحن بنتأمل أنه تتغير الصورة، لكن الجهود المبذولة هي بالحقيقة نتيجة ضعف الإمكانات، ليس لا يمكن ليست الارتقاء كافية. دعني أنتقل إلى ميسون لو سمحت لي. ميسون، هؤلاء الأطفال يعلمون أنهم حرموا من وطنهم كما تبعنا في التقرير، وكما قال فضل للتو ولد لديهم شعور بالظلم والأسى والحقد رغم هذه الصورة القاتمة. هل يمكن ترويض هذه المشاعر للتغلب عليها واستخدامها نقاط قوة؟ نعم، اسمحي لي أن أتوقف عند أمرين هامين جدا بالنسبة للتقرير وبالنسبة لواقع الحال. من المعروف نفسيا وتشير الدراسات إلى أن الأطفال ينشأون نفسيا واجتماعيا بذاكرة الأهل، يعني يتلقف الطفل من أهله ومن ذاكرة الأهل مشاعر عديدة جدا تعيد أو يعني تشعره بالتكيف بالمجتمع، وهذا ما أشار إليه التقرير وهذا ما تفضل به ضيفك الكريم. ولكن كل الدراسات النفسية تشير أيضا إلى أنه آثار الحروب لا تظهر مباشرة في الجيل الذي عاش الحرب أو ولد فيه، وإنما تظهر يعني باستمرار في الجيل الثاني والثالث. يعني قد يكون هذا الطفل الذي ولد ونشأ خلال الثورة وخلال الحرب والتهجير مشلعا بين ذاكرة أهله وواقع الحال الذي يعيشه، ولكن حتما الجيل الذي سيليه والجيل الثالث من بعده ستكون لديه أبعاد نفسية تراكمية ناتجة عن أن الأطفال يعيشون ويحيون في ذاكرة أهلهم. ليس هنالك من أي شيء يعوض خسارة الوطن، وإن كان الطفل لم ينشأ أو يولد في وطن، لأن الوطن ببعده النفسي له بعد الاستقرار وله بعد الحضن النهائي وبعد الهوية والانتماء. هذا الطفل يبحث عن مكان ينتمي إليه، ولكن هنا نحن ننظر ماذا نفعل بهؤلاء الأطفال وماذا نفعل بهذا الجيل الذي ينشأ. سؤال كبير. نعم، تروح. إنهم بحاجة إلى التدخل السريع، وهذا التدخل يكون متعدد الأطراف. نعم. شكرا جزيلا لك على هذا الرأي القيم من بيروت، مستشارة علم النفس الاجتماعي ميسون حمزة، وكذلك شكرا جزيلا لك من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني. شبابيك متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. المواقع الأثرية التاريخية في سوريا، 10 سنوات من السرقة والدمار والخراب. ناشطون سوريون يسابقون برامج الحذف الذاتية على الإنترنت لإنقاذ أرشيف الحرب. أهلا بكم من جديد. تواجه الناجيات من معتقلات النظام السوري تحديات كبيرة لا تقل عن حجم المعاناة التي لحق بهن في السجن، ويعد ملف المعتقلين من أكثر الملفات تعقيدا في القضية السورية. فاليوم ما يزال عشرات الآلاف من السوريين يقبعون في سجون النظام من دون الكشف عن مصيرهم أو الإفصاح عن مدة اعتقالهم. كتبت لرنا النجاة من معتقلات نظام الأسد بعد أكثر من عام ذاقت فيه أشد أنواع العذاب. اعتقلت رنا بسبب مساعدتها متظاهرين في بداية الثورة، ووجهت إليها تهمة دعم الإرهاب. شفت الويلات من شبح ومن ضرب ومن تعذيب شباب حتى قدامي. كنت دائما أصبر أنه كرمال أولادي وكرمال ماما. سبحان الله، بعد 8 أيام من فترة اعتقالي ماما جت جلطة وماتت على خبر اعتقالي. قدرت اتخطى كل هذا العذاب، بس كلمة حرية ما كنت تحس فيها اذا ما فتت على المعتقل انت وشفت العذاب وشفت الضغط النفسي وشفت الانتهاك اللي عم مو بس عليك عم يمارسوه على كل البنات، في الاف البنات على فكرة بالمعتقل. الآلام النفسية والجسدية التي تسببت بها ظروف الاعتقال ونظرة المجتمع لهن كسجينات سابقات دفعت بهن الى انشاء مركز للناجيات يقدم الدعم النفسي والمعنوي لهن.
انشأنا هذا التجمع وهذا المكتب لحتى نقدر نمكن السيدات الناجيات بكل المجالات اللي هي محتاجته، لأن كل سيدة، نحن كمان هذول السيدات هني خليط مجتمع، الأمية، الأم، المتعلمة. والسبب طلعت معي إنه وبحسب منظمات إنسانية وحقوقية فقد تجاوز عدد المعتقلين في سجون النظام السوري 1,200,000 منذ عام 2011، معظمهم لم يكشف عن مصيره أو عن موعد انتهاء احتجازه. نجت رنا وهدى من هول الاعتقال لتتنفسا هواء الحرية مرة أخرى، بينما لم يزل مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام مجهولا حتى الآن. قحطان مصطفى، العربي، سوريا، ريف حلب. عقد من الحرب لم يكن كفيلا بتدمير حاضر سوريا وتسميم مستقبلها فحسب، بل أتى كذلك على معالم أثرية عريقة وقضى على جزء من تراث نفيس. في مايو من عام 2015 اندفعت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدمر في محافظة حمص لتوسيع ما سمته الخلافة على أجزاء من سوريا والعراق. كما قامت هذه العناصر بتفجير مواقع أثرية وتحويل مدرجات مدن تاريخية إلى ساحات قتال. هذا عدا عن عمليات النهب التي استهدفت القطع الأثرية في مواقعها أو في المتاحف. التقرير التالي يقف عند الدمار الذي شهدته مدينة تدمر. للحضارات المتعاقبة آثارها، وللحروب تركاتها. لؤلؤة الصحراء وعروس البادية السورية تدمر، جعل تنظيم الدولة الإسلامية لها من اسمها نصيب، بعد أن كانت واحدة من 6 مواقع سورية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني. حضارة تجاوز عمرها أكثر من 2000 عام، من الكنعانية إلى الأمويين، مرورا باليونانيين والرومان والبيزنطيين، دمرها التنظيم. تمثال أسد أثينا الشهير ومعبدا بعلشمين وبل وعدد من المدافن البرجية طالها بطش التنظيم، وتناثر قوس النصر الشهير بعد تفجيره إلى رماد. وفي متحف المدينة انهالت مطارقهم على رؤوس التماثيل ومجسماتها. وحشية لم تقف عند ذلك، دنست عناصره آثارها بعد ارتكابهم أشنع الجرائم فيها، واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية. وحشية وثقوها بصور بثت على مرأى ومسمع العالم. أدريانا باليميرا اسم آخر للمدينة التدمرية. عاشت عصرها الذهبية في القرن الثاني بعد الميلاد، وبلغت أوج ازدهارها بعد قرن من ذلك في ظل حكم الملكة المتحدية للروم زنوبيا. جعلها التنظيم المتشدد تعيش عصر الانحدار وشاهدة على أسوأ كارثة حضارية، جاعلا لها من اسمها نصيب. ونرحب معنا من الدوحة بأستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة أوهايو الدكتور عمر العظم. أهلا وسهلا بك معنا دكتور عمر. إلى جانب تدمر هناك العديد من المواقع الأثرية التي دمرت أو تعرضت للقصف والنهب وأيضا الاحتلال من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات مسلحة أخرى. بعد كل هذه السنوات، ما أكثر ما يحز في قلبك؟ عفوا، عيدي بالسؤال. بعد هذه السنوات، ما أكثر ما يحس في قلبك أنت شخصيا؟ نعم، يعني بالنسبة لي بالطبع الدمار اللي لحق التراث الثقافي السوري بمواقعه الأثرية، بمتاحفه، ب يعني كافة أشكال. لا ننسى أن سوريا فيها لا يقل عن 5 مواقع أثرية مدرجة تحت لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وجميعها تضرر بشكل بليغ.
ناهيك عن الأضرار البالغة اللي نجت عن الدمار الكبير جدا للمواقع الأثرية نتيجة التنقيب العشوائي ونهب الآثار. هذا كله طبعا بالنسبة لي شيء مؤلم جدا كوني آثاري وسوري، وبالأخص أنا بالنسبة لي هو أن عم نفقد شيء لا يمكن استرجاعه. يعني تدمير داعش مثلا لمعبد بيل، هذا يعني من أشد الخسائر بالنسبة لي، ليس فقط من الناحية التاريخية والقيمة الأثرية والقيمة الثقافية، وإنما أشعر أن هناك شيء خسرناه. أنا شخصيا مثلا زرت معبد بيل الكثير من المرات وشاهدت شروق الشمس ودخول الشمس إلى المعبد عند الفجر. أنا أعلم أن هناك أجيال قادمة من الأطفال والشبان والشابات السوريين الذين لن يحصلوا على هذه الفرصة، أولادي أنا مثلا لن يحصلوا على فرصة أن يشاهدوا هذا المشهد الرائع والشعور بهذه اللحظة الخاصة جدا. هذه كلها يعني أشياء تؤلمني جدا. نعم سيد عمر، شكرا على مشاركتنا. يعني هذه الآراء وهذه التجارب. في يونيو 2013 وضعت اليونسكو مواقع التراث العالمي الستة في سوريا على قائمة المواقع المهددة بالانقراض. يعني نحن اليوم نقف على آثار كارثة ثقافية بكل المعايير. هل برأيك المهدد الذاكرة هل برأيك الذاكرة مهددة اليوم في سوريا، يعني طالما اعتبر هذا البلد مهد التاريخ والحضارات؟ نعم، إن يعني لا شك أن هذا التراث الثقافي وأهميته ليس فقط على المستوى العام ولكن على المستوى السوري أيضا مهدد. يعني لا ننسى أن هذه الحرب دامت الآن 10 سنوات وقد تدوم فترة أطول يعني للأسف، ولكن يوم ما ستنتهي وعلينا كسوريين أن ننظر أن ماذا يجمعنا. يعني ما تبقى، نحن مجتمعنا تفسخ بكافة نقاط ضعفه وانشطاراته. ما تبقى من هويتنا الوطنية، ما تبقى من ما يجعلني أن أشعر أنا سوري أو أنت سورية أو غيري سوري، غير أن هناك قاسم مشترك وحيد يمثل هذا التراث الثقافي المشترك بيننا. إذا فقدنا هذا الشيء أيضا ففقدنا ليس فقط تاريخنا في الماضي ولكن فقدنا أملنا في المستقبل. يعني أنا يوما ما أريد أن أجتمع مع انتهت الحرب ونريد أن نجتمع في مكان ونحاول أن نحاور أنفسنا على ما حصل وما كيف نتجه إلى الأمام. القاسم المشترك الوحيد الذي ما زال باقي بيننا هو هذا التراث، هذا التاريخ المشترك. إن فقدناه أيضا فلن يبقى لدينا أي شيء أن نتحاور به أو أن يجمعنا بعد ذلك. لذلك أنا أعتبر الخسارة كارثية، والدمار الذي يحصل الآن وما زال يحصل لا يعوض. سيد عمر، هناك العديد من المتاحف أيضا نهبت وسرقت في العديد من الأماكن في الرقة وحما ودير الزور وإدلب وحمص وغيرها الكثير. بعض المصادر تقدر أنه في هناك 1,000,000 قطعة أثرية نهبت، هذا شجع السوق السوداء. كيف تنظر أيضا إلى ذلك؟ هل يبدو أن هذه السوق خارج عن السيطرة؟ هل يعلم من يسيطر عليها؟ هي تجارة بالنهاية، تجارة كبيرة. نعم، فهي ليست فقط تجارة كبيرة وإنما هي موضوع عرض وطلب. يعني صحيح نحن لدينا من داخل سوريا هناك العرض، ولكن هناك أيضا جانب آخر من يطلب هذه القطع ومن مستعد أن يشتريها، وجانب الطلب موجود في الخارج، موجود في الدول الأوروبية، موجود في أمريكا، موجود في بريطانيا، موجود في فرنسا، في لندن، في باريس.
ولذلك يعني هي مشكلة ليست فقط أن هناك من يقوم بسرقة الآثار بسوريا ويبيعها، ولكن هناك أيضا مشكلة أن هناك لنسميها منظومة كاملة تعيش وتعتمد وبشكل مكشوف وعلني من مزادات ومعارض إلى آخره تتاجر وتبيع وتتعامل بهذه الآثار. فلذلك يعني علينا حينما نحاول أن نعالج هذه المشكلة علينا أن نعالجها من الطرفين، من طرف البائع ولكن أيضا وأهم من ذلك من طرف المشتري. ولا وتأثيرنا في الداخل يعني في حالة حرب، يعني بالنهاية سوريا في حالة حرب، في حالة فوضى، في حالة عدم استقرار، عدم وجود دولة قادرة على أو يعني إدارة أو حماية هذا التراث الثقافي. ولذلك حاليا تركيزنا أعتقد يجب أن يكون على الخارج. شكرا جزيلا لك. أتمنى أن يصل هذا الصوت من الدوحة أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة أوهايو الدكتور عمر العظم. شكرا جزيلا. شكرا لك. وأيضا الناشطون السوريون يسابقون الزمن لحفظ أرشيف الثورة السورية على شبكة الإنترنت قبل أن تحذفها برامج الحذف الذاتي على الشبكة. مقاطع فيديو وثقت جرائم النظام بحق السوريين العزل الذي دمر مدنا أو التي دمرت مدنا بأكملها، وبالإضافة إلى هدم المباني على رؤوس سكينيها رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا بكل وحشية ودموية. وشكلت مقاطع الفيديو التي التقط معظمها شبان سوريون على الأرض شكلت مرجعا لصحفيين ومحققين للاطلاع على ما يجري في بلد يشهد نزاعا تعددت أطرافه ولم يكن دخول الصحفيين المستقلين إليه متاحا في جميع المراحل. ونرحب معنا بتامر تركماني وهو ناشط سوري يعمل على أرشفة ملفات الثورة السورية. أهلا وسهلا بك معنا تامر. إلى أين وصلت في هذه الرحلة، رحلة أرشفة ملفات الثورة؟ يسعد مساك ويعطيكم ألف عافية يا رب. اليوم وصلت لمرحلة أني جمعت 1.5 مليون تقريبا فيديو من موقع يوتيوب للثورة السورية، من بداية الثورة السورية من أيام السلمية لحد تاريخ اليوم، يعني لحد تاريخ التهجير وتاريخ الذل اللي عم نتعرض له كل يوم بدول اللجوء دول وبالمناطق اللي عم نلجأ إلى والنازحين اللي عم يتعانوا يوميا بالمخيمات. فمليونين ونص مقطع فيديو من ما يقارب 3900 قناة على موقع يوتيوب. للأسف من عام 2017 لعام 2019 تقريبا تم حذف 500,000 فيديو من موقع يوتيوب، كانوا مؤرشفات عندي وموجودات، ودخلت مرة تانية حتى أنا أعمل تشيك للقنوات، للأسف لقيت القنوات محذوفة بالكامل. ممكن صاحب هاي القناة يكون مستشهد، ممكن يكون معتقل، ممكن ما عنده أي إمكانية للدخول على القناة، فتم حذف قناته بالكامل وكل التوثيقات اللي بقلبها تم حذفها، ولكن موجود عندنا نسخة اليوم بإمكاننا نحن نرشفها ونرتبها حسب التاريخ. ما عندنا أي مشكلة يعني. نعم تامر، أنت وسواك تبذلون جهود
جبارة في هذا المضمار بما يتعلق بأرشفة فيديوهات الثورة السورية، كيف من المتوقع أن يستغل هذا الأرشيف؟ يعني ما هي المراحل، هل تعرفون ما هي المراحل التي سيمر بها ربما قبل تقديمه كمواد إدانة أو مواد للمساءلة؟ بداية ما بهمنا من هاي الملفات الكم، بهمنا النوع. يعني نحن وقت بيكون عندنا مثلا 2.5 مليون أو 3 ملايين فيديو، أكيد ما 3 ملايين فيديو بهمهم للمجتمع الدولي أو للعالم كله. يعني بالمرحلة الأولى لهي الملفات هي وظيفة كتابة التاريخ بشكل صحيح، وقت أنا بدي أروي قصة لشخص بقت برفقة بمقطع فيديو بيكون عنده دليل قوي على روايته. والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة محاسبة مرتكبي المجازر والجرائم بسوريا، اللي هن كانوا الأداة والوقود للنظام السوري بارتكاب أكبر عدد من المجازر بسوريا. هلأ المرحلة القادمة إن شاء الله أنا عم أجمع أبرز 10,000 فيديو كورقة إدانة للنظام السوري ومرتكبي الجرائم بسوريا. طبعا الفيديوهات تتضمن تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، تدمير المنازل والملاجئ، قصف الأماكن السكنية، وبالإضافة للمجازر اللي فيها صبغة طائفية. يعني أدلة دامغة. شكرا، أشكرك جزيل الشكر لك، وعذرا على المقاطعة، انتهى الوقت. تامر تركماني، إذن الناشط السوري في مجال أرشفة ملفات الثورة السورية. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من شبابيك. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، واللقاء يتجدد غدا عند 4 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت القدس. إلى اللقاء.